اليوم في الدورة الثالثة ديال مهرجان القفطان غلوريا فاشن شو. الدورة هذه بالضبط كانت مختلفة على الدورات اللي فاتوا ديال الان والدو اللي دازوا. الاختلاف اللي فيها هو ان الدورات اللي فاتوا كانوا معنا دي ستيليس ناسيونال، والدورة الثالثة معنا دي ستيليس انترناسيونال. يعني حاولنا نديروا ان كوكتيل الجيريان فرونسيز، وحاولنا نحطوا فيه واحد لاتوش ماروكان، حيت لو ماروك هو المنبع ديال القفطان والتراديسيونيل، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديال الجميع. مختصة في اللباس التقليدي العصري، يعني نطور اللباس التقليدي بصفة أني نخلي جميع الفئات تقدر تلبسه في الأعراس في المناسبات مع التطور اللي رانا فيه. ونشكر الأخ رشيد اللي اعطانا الفرصة باش نشاركوا في هذا المهرجان. هذه أول مشاركة ليا، أول زيارة ليا للمغرب والبلد الشقيق. أنا فرحانة جدا بحفاوة الاستقبال، مستوى رائع جدا. إن شاء الله نتمنى ترجعوا لنا الزيارة ونقيموا حنايا بكم، نفرحوا بكم كما فرحتوا بينا. بالنسبه للفرق بين اللباس التقليدي الجزائري والمغربي، انا ما نشوفش فرق كبير. بعض التفاصيل فقط، قليل من التفاصيل فقط، لكن ما كانش فرق. عندنا برسك نفس الثقافات، نفس المفاهيم للخياطه العصريه والتقليديه. Thank you.